بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرس التربية الفنية مهندس محمد عباس، مدرس في إعدادية العراق. راح نقدم درس اليوم عن درس التربية الفنية، القواعد الأساسية والمقومات لدرس التربية الفنية. مسألة جدا مهمة لازم نعرفها، أن درس التربية الفنية كان يعاني من إهمال شديد جدا، والسبب التقصير محسوب إلى نفس المدرس. المدرس عندما يكون باحث في مجاله أو في اختصاصه ينعكس هذا على طلابه. الطريقة اللي احنا ندرس بها الكل يعرفها هي طريقة النمذجة، التشبيه والمحاكاة. عندما أعتقد أمام السبورة لازم الطالب يقتنع بالمادة اللي أنت تقدمها. خط، زخرفة، رسم، أساسيات الرسم. وتبدي من أساسيات الرسم صعوبة. حتى ما نضيع عليكم قسمنا الموضوع إلى عدة محاور. أول محور عندنا هو محور الخطوط المجردة والنسبية والعشوائية. هاي مسألة جدا مهمة. إحنا عندما نعطي قلم، أي قلم للطفل، نشوف بعد ما يخطط يستخدم كامل ايده من اعلى المرفع حتى اصابع اليد. هاي الطريقه لا سيما انه ورق الرسم التكستشر مالته يكون ناعم غير التكستشر لورق الالوان المائيه. عندما نرسم بالالوان المائيه تكستشر الورق يكون خشن ويمتص الالوان حتى تبقى بثباتيه عاليه وما يتغلون. هاي مسألة جدا مهمة. حتى ما نفوت بالتفاصيل للألوان، خلينا موضوع الخطوط المجردة. مسألة حركة الطفل هسه إذا نعطيه قلم ويبدي يخطط يحرك كل إيده من أعلى المرفق إلى أصابع اليد. إحنا مهمتنا إنه نقل هاي الحركة ورا مرحلة تبدي فقط هاي إيده تتحرك. بالبداية يخطط بهاي الطريقة. كل ايده تتحرك. عندما يصير يعني مراحل متقدمه من ابتدائيه الخامسه ابتدائيه ويعبر المتوسطه، بالمتوسطه يبدي يخطط بهذه الطريقه. تصير الحركه منه من مفصل المرفق رزق اليد واليد بهذه الطريقه. عندما يوصل مرحله يكون متمكن وخطوطه تكون ثباتيه عاليه بها، نشوف بس هذا الجزء يتحرك. اللي هسه المحترفين اغلب المحترفين يخططوا بهذه الطريقه. شلون انا اوصل التلميذ او الطالب الى هذه المرحله؟ من خلال الخطوط المجرده والنسبيه العشوائيه. وراح نسوي تمرين بسيط عليها. الخطوط تكون هاي الصوره. افقيه، عموديه، مائله، أساي أفقية بأي طريقة. طبعا هذه عندما يتمكن كل درس أحاول أعطي للطالب هذا التمرين كل درس. أساني أقدر ما أحرك فقط كفية. هاي إذا بالألوان. بعدين أكو مسألة جدا مهمة، أحيانا بالتخطيط هذا العشوائي تكون في الموضوع عندما تيجي تحدده بطريقه فطريه يكون بشكل معين ما تعرف ايش الطالب. بقت هاي المساله خاضعة على ذوق الطالب. هنا عندما نستخدم اللون راح تصير جماليه بعدها. شنو فائده هذا التمرين؟ هذا التمرين الطالب ما يحس به من البدايه وما يتفاعل وياه لان موضوعه جافي. فانت انه الطالب عندما يوصل خط بين نقطتين. انا هسه راح انطي الدرس بحيث طلاب الثانويه المتوسطه والاعداديه، ونعرض في قضايا بسيطه على التلاميذ في الابتدائي. عندما يوصل خط بين النقطتين راح يكون الخط بارتباك واضح مو مستقيم بطريقه صحيحه. الخط الثاني نتيجة ضعف اليد وعدم الممارسة. عندما يتقن هذا التمرين ويريد يوصل
الخط بين النقطتين راح تكون هاي الطريقة. الخطوط تكون أكثر قوة وصراحة واستقامة. هاي مسألة جدا مهمة. أنا قد ما أنتقل بالقالب من هاي المرحلة، إذا هذه المرحلة حققت الشيء يرضيني. مسألة ثانية، عندما أطلب من الطلاب يأتون هذه التمارين، هذا الموضوع راح يكون جاف للطالب، فش استخدمه وياه؟ عندنا موضوع اسمه البصريات. الطالب لازم يتفاعل ويا الدرس، وعندنا الخطة الاصطياد التنمية الطالب العفو، انه اقدم له تمارين يقدر يأديها. مثلا عندنا موضوع البصريات الهندسية، هذا اول موضوع اعطيه الطالب مع هذا الموضوع. هذا الموضوع ما راح يشده للطالب، انطي هذا الدرس وابقى كل درس اطلب منه يخطط لي بهاي الصورة لحد ما يوصل الى مرحلة تكون تخطيطاته قوية جدا ويطلع لي اشكال مختلفة. بموازاة هذا الدرس انطي موضوع البصريات. البصريات عبارة عن اشكال هندسية فيها ظل وضوء، ويعطيك البعد الثالث وفيها نوع من التجسيم. مسألة جدا مهمة راح يتفاعل وياها الطالب. هاي رسومات مال الطالب عندي في الرابع الاعدادي، اول مرة يمارس الرسم. هذه رسومات باوع التظليل، يعني عندما يشوف الطالب يعتقد ان هاي بواسطة الحاسبة الالكترونية، وبالعكس الطالب من خلال مصدر قضايا كلها هندسية بحت، لحد ما يوصل الى مرحلة يبدأ الطالب يسوي لنا نقاط تلاشي اكثر من نقطتين. احنا راح ناخذ تمرين نخلي فقط نقطتين. موضوع هذا اولا موضوع الخطوط المجردة. ثاني موضوع عندنا عندي موضوع البصريات متزامنا مع هذا الموضوع، حتى الطالب يحس اكو قيمه لدرس التربيه الفنيه، انه عنده قدره، لان يعني دائما عندما كان يجي للدرس ماكو اي شيء يتعلمه، وانت تقول له اذا كان ما اعرف درس. هاي مساله البصريات راح تخليه يستمتع بالدرس ويحس انه نفسه عنده امكانيه يقدم في الشيء صحيح. راح ابدي بالشكل المثلث، هذه الصوره استخدم هذا الشكل المثلث بواسطه المسطره، احدد نقاط على اضلاع المثلث بين نقطه ونقطه فاحدث قياس، مثلا 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر، تكون قياسات متساويه. النقاط يجب ان تكون على ضلع المثلث على الخط، ما تبرز. احنا هسه خليناها بروز شويه حتى نوصلها وتكون واضحه بالتفصيل. هاي اول مرحله، حددنا المثلث، حددنا نقاط على ضلع المثلث، اخلي نقطتين بالمثلث لا على التعيين بصوره افقيه او بصوره عموديه، راح استخدم الصوره الافقيه. هاي نقطتين لا على التعيين تريد تراقبهم حتى الطالب يستوعب الدرس، تريد ما تراقبهم، مثلا أليف باء او 1 2، وتبدا بالمسطره توصل خطوط من النقاط في مركز المثلث الى جميع النقاط على ظل المثلث. بهذه الطريقه استخدم المسطره توصل خطوط الى جميع النقاط. كملت هذه المرحله، انتقل الى النقطه الثانيه او اثنيه، اوصل خطوط الى نفس النقاط، يعني كل نقطه على ضلع المثلث واوصلها خطين مستقيمين بواسطه المسطره، رسم هندسي، والنقاط يجب ان تكون في مركز واحد. هسه شكت برز عندي فقط انه أظلل الشكل. التظليل عندنا مسألة جدا مهمة، أبدي من الخارج إلى الداخل.
طريقة التضليل يكون هي شكل معيني وشكل آخر، شكل مثلث وشكل آخر، يعني على سبيل المثال هذا يتركه هذا أضله، هذا يتركه هذا أضله، هذا يترك هذا يضله، من الخارج إلى الداخل هذا يترك، وحتى اللي مساحته قليلة جدا أيضا يحصل شكل مثل هذا الشكل، هذا يترك هذا يضله. كملت أطراف الشكل، بين مثلث ومثلث آخر، كملت أطراف الشكل، انتقل إلى المركز. طريقة تضليل، هسه احنا تضليلنا مثل ربعة الشطرنج، منطقة ظل ومنطقة ظل، كل مثلث هنا برأسه هذا الشكل مثلث أظلل، هذا شكل أظلل، هنا وأبقى أظلل الأشكال. طبعاً هاي صورة مختصرة للرسم، تقريباً الشكل صار جاهز. مسألة النقاط تبعدها أو تقربها، أفقية أو عمودية، تغير لنا كل شيء. يعني الدليل اللي عندنا انواع اشكال هوايه للبصريات، اللي هي اساسا نقاط تلاشي، هذا الشكل هذا الشكل الاخر، هذا كله انتاجات طلاب رابع اعدادي. انا احاول اجيب الرابع، ما اجيب نتاجات طلاب السادس لأن نتاجاتهم تكون متميزة. عندي طالب بالسادس سوى لنا شكل لا على التعليم، اللي هذا الشكل فيه تقريبا، هذا الشكل فيه تقريبا 16 نقطة تلاشي أو أكثر، هاي نقاط التلاشي. عندما كمل الشكل طلبت منه، قلت له هذا شيء مثل باوع على قلب أربع سرور، قال يعني هنا يمثل القلب، قلب الإنسان. فطلبت منه قلت له يصير يعني شخصية تاريخية هذا؟ أترك المخيلة للطالب، مخيلة الطالب اليوم تلعب دور جدا مهم، يعني احنا حتى ما يكون درسنا جاهز. أنا اليوم طالب متوسط أو الإعدادية عنده مخيلة جامعة، مرة يتخيل نفسه أحسن ممثل، مرة يتخيل نفسه سياسي، مرة فهذه من جانبي أنا أستغل هاي الطاقة اللي عندي المخيلة وأحولها إلى طاقة دينامية، إنه شلون يحولها يتفاعل بالرسم. فلما جينا حددنا هذا الشكل مثل ما طلبت من الطالب، شخصية تاريخية، هذا لباس الرئيس الأمامة أو وهذه. أنا اليوم لما طالب عندي بالإعدادية يوصل هيجي مرحلة حققت أقصى طموحي، لأن هذا بالإعدادية عندما أهله إنه يدخل كلية فنون راح يكون نتاجه غير شكل ومتميز. هاي فيما يخص مسألة الضغوط المجردة والبصريات. الموضوع الآخر، المحور الثاني للرسم، هو مسألة السطوع والأشكال الهندسية. مسألة جدا مهمة، كل احنا نتفق على الشكل الهندسي انه شكل صريح، اللي تطلب منا شكل مثلث رسمه بالطريقة اللي نعرفها، شكل المثلث اللي تطلب منا دائرة يرسم دائرة، اللي تطلب منا مربع يرسم مربع، هاي الأشكال الصريحة كل احنا متفقين عليها، راح نحاول نستخدمها حتى نوصل إلى موضوع تطبيق الأشكال الهندسية على المنظر الطبيعي. احنا المحاور اللي راح ناخذها
موضوع الخطوط المجردة وموضوع السطوح الإشكال الهندسية اللي دائما يدفع عليها الطالب، وعندنا رسم المنظر الطبيعي ورسم شكل الإنسان بالإضافة إلى رسم الاستلاي، قضايا الجامدة، الحياة الجامدة. هاي القضايا راح ناخذها، هي هاي فلسفة درس التربية الفنية كله. يعني ترى يجي المدرس قد ما عنده إمكانية يعلم الطالب يرسم شكل بشري، عنده إمكانية يعلم الطالب يرسم منظر طبيعي، أما يقول أرسم منظر طبيعي بدون ما ينطيه أي فواحد أو أساسيات لرسم المنظر الطبيعي، هذا خطأ. هذا خطأ. المفروض المدرس حتى يوصل الطالب إلى مرحلة الرسم يكون هو ينفذ هذه القضايا أمام الطالب، لأن إحنا طلابنا متعودين على طريقة التلقين، إنه يجلس وينتظر المدرس في وقت يقدم الدرس. عند ما يدخل مدرس التربية الفنية ويقول للطالب طلع كراسة الرسم وارسم، ترك مسألة المبادرة للطالب، وهنا فشل، لأن أعطى دورة للطالب، فالمفروض هو يقف أمام السطورة ويقدم الدرس ويخلي له طقوس خاصة حتى الطالب يعرف أول ما يدخل يفتش على الكراريس مع الرسم ويعطي الدرس، وراح يرسمون الطلاب الدرس اللي بعده يطلب منهم يجيبوا له رسم، وهاي الطريقة راح يتطور الطالب. أما إذا طلب المدرس وقال له طلع دفتر رسم ورسم منظر طبيعي، لا انتهى دوره وراح ينتهي درس التربية. موضوع الخطوط العفو السطوح والأشكال الهندسية هذا حتى أنا أقدر أستخدمه بالابتدائي، مسألة جدا مهمة. مدرس التربية الفنية عندنا أنماط، يعني عندنا مدرس النمطي، مدرس المشتري، مدرس المثابر، وعندنا المبتكر أو المبدع. فإحنا خلينا في مرحلة الاجتهاد أو المثابرة، لا تعتمد على القضايا اللي تعلمتها بالكلية تخرجت وتجي هسه تطبقها، لا، وسائل التواصل تتيح لك هسه اليوم تدخل على أي موقع وتتعلم أي شيء. فهذه المسألة منوطة بيك حتى تطور نفسك. هاي كل هذه قضايا. مسألة الأشكال الهندسية على شكل سطوح، هذا المثلث ما طالب ما يعرف يرسم المثلث أو متوازي مستطيلات يكون خلفه أو دائرة أو مثلا المربع. خطأ إن الطالب راح يرسم هاي الصورة، هذا أكبر خطأ. لازم الرسم يكون بهاي الطريقة حتى يحقق الفائدة المرجوة من هذا الشكل. هذا الموضوع هسه إذا أضيف للون تصير لوحة متكاملة، لوحة متكاملة عبر عن قيم لونية و أشكال هندسية بطريقة السطور. مسألة ثانية، أغير بشكل، أريد ألفت انتباه المدرس قد ما يعطي هذا الدرس، يخلي لك الترتيب بالسطور بحيث الطالب يتفاعل به. حتى لما أسوي اللوحة الثانية أخذ بهاي الطريقة، أسبينت هاي اللوحة خلف اللوحة الأولى، أغير بالأشكال، دائرة، مثلث، مربع، ومثلا متوازي مستطيلات، غير بالالوان راح يتغير. مثلا هنا مسويها صفراء، هنا تبقى صفراء حتى يعرف فرق اللون الطالب. هاي المسألة اخلي الباك جراوند في اللون طاغي، مثلا لون اسود حتى يبرز الشكل. لوحة ثالثة غير الشكل، هاي اللوحة الثالثة، هذا المربع، هذا المثلث، هاي الدائرة، وهنا متوازي مستطيلات. هاي ثلاث لوحات أريد أتخيل هذا الشكل مع الألوان. طبعا هذا الموضوع يحتاج الطلاب المتوسطة صعوبة،
المدرسة تعرف المدرسة خلاص الموضوع حصل روح انتهى موضوع تجسيم هذه الأشكال تحويلها إلى أشكال مجسمة أو كتل إظهار البعد الثالث يعني على سبيل المثال عندما أرسم متوازن مستطيلات أخلي هنا نقطة تلاشي هاي نقطة تلاشي أوصل لها خطوط وأخلي حجم هنا هسه عندي هذا شكل متوازن مستطيلات هذه الوجهين تكون وجه واحد المثلث مثلا على سبيل المثال شكله هرم هاي الطريقة هذا شكل مثلث شكل هرم المربع نفس الحالة نفس المربع هذا المربع أخلي نقطة تلاشي أوصل لها خطوط وأبدأ أقطع هذا المربع مع مستوى النظر أمام المشاهد على شكل كتلة أو حجم أبدأ أقطع ليس عندكم خطأ شكل مثلث مثلا هذا شكل مثلث ويكون امتداده بهاي الصورة لا لازم قاعدة الشكل الهرمي تكون زوايا منفرجة يعني بهذه الصورة شكل معين هذا شكل الهرم حتى ما يصير عندنا خطأ بشكل مثلث هاي راعي شكل متوازن المستطيلات اخلي نقطة تلاشي وألاشي خطوط من أعلى ومن أسفل حتى يكون عندي أظهر الضلع الثاني المربع نفس القاعدة وأجي للدائرة دائرة كسطح ما أقدر أسوي له أي شيء مع التطبيق يعني هسه شكل هذه الدائرة هذه الدائرة عندنا حتى تبرز عندي أبدأ أضل حتى يبرز عندي التكوير مال الدائرة هسه صور برز الشكل اكثر هاي الخطوط بينك بين هاي الشكل مستدير تحول الى كتله هاي مساله جدا مهمه اظل هذه الدائره بالتضليل الطريقه الوحيده لاظهار حجم او كتله او تجسيم الدائره هو عن طريق التضليل هذا موضوع ما انساه هذا الرسم هذا الرسم اطلب من الطالب ينفذ لي على اربع احتياج يعني اربع اشكال هذا الموضوع اطلب من الطالب ينفذ لي اربع اشكال صفر احتياج كل طريقه يغير مكان الشكل الهندسي حتى يكون عندنا شكل يعني به بعد ثالث عندما ارسمه اقدر هاي الاشكال اذا اضيف اناره اقدر اظهرها من خلال التطبيق. مساله جدا مهمه انه نعلم الطالب طريقه التعامل ويا قلم الرصاص. اليوم ماكو بيت تتكلم عن قلم الرصاص. احيانا احنا هسه عندما نزور اصدقائنا او نروح ضيوف احد يجي مثلا طفل عندهم ويعرف بيك انت يقولوا له عندنا رسم هاي عندنا هواي اصدقاء يقف بحيره امام الطفل يعني اذا هو يدرس بالثانوي يعني متوسطه او اعداديه شلون راح يعلمك؟ هاي مساله تقترن بشخصيتك انت ابداعك انت ابتكارك بحثك اليوم هاي المعلومه اللي اقدمها للتلميذ غير المعلومه اللي اقدمها للطالب يعني بالاول ابتدائي اول ما يبدا الطفل يتعامل وياما اول شيء يتعلم يكتب اسمه حتى بالراوي يعلموا اهله بالبيت يكتب اسمه وبعدين يتعلم يرسم الارقام يرسم الارقام يعني حتى لو ما يعرف عدد الرقم بس يعرف يرسم مثال عندما اعلم الطالب
العقد التنميه يتعامل ويا الرقم. مثلا اقول لك هو راح يبدا يتعامل ويا الرقم وويا اسمه وويا الشكل الهندسي. بالاول ابتدائي خليه يتعامل ويا الرقم، اقول له ارسم رقم 8، يغلق رقم 8 منه اغلقه يصير شكل مثلث. ارسم 1 1 0 11، هنا ارسم 11، هنا خلي رقم 9، صار عندنا جمع. هاي الطريقة كل احنا هاي بها اسقاطات حوارية، يعني الكتابة الصورية والكتابة الفرعونية الصورية والأكدية والسومرية كانت تعتمد على هذه الطريقة. خلي نرجع للمصادر، خلي احنا نبحث، خلي نطور نفسنا حتى عندما اجي عندي تلميذ سواي زملائنا، كثير من زملائنا ما يعرف يعلم ابنه شلون يرسم. ابدي ابتكر رقم 11 داخله رقم 7 ورقم 7 ثاني ورقم 5 شجره، راح اعلمه يرسم الحيوان وعلمه يرسم الشجره وابدي هاي القضايا اللي اقدر عليها وصولا الى رسم شكل البشر. مثلا على سبيل المثال أعلمه يستخدم مثلا رقم 7 رقم 1 ورقم 8، يخلي رقم 5 شكل بشري بطريقة الخطوط المجردة، أو مثلا 4 للأعلى 1 8 ودائرة. لا تنسون هذا درس بالأول ابتدائي، عندما تعلمه ايش راح يتفاعل وياه. انت ما تجي تخلي له قواعد لرسم طالب بالإعدادية، خلي التفاصيل، راح تكذب هاي الطريقة، راح تشوفها طريقة جدا بسيطة يتفاعل وياها. رقم 2 رقم 1 رقم 8 رقم 5، هذا الرسومات فيها اسقاطات حضارية، ورجعوا للكتابة الصورية راح تلقون هذه المسألة. فقط احنا المفروض نستفاد منها ونطورها حتى التلميذ. هاي فيما يخص تلاميذ، بالنسبة للمعلمين الطالب تجاوز مرحلة الأول ثاني ابتدائي ثالث، هذا رسم جدا متطور للطالب الابتدائي متطور. الشجرة الشكل البشري أحسن رسومات وأرقى رسومات. مسألة ثانية وصل للرابع، أخذ جدول الضرب. قد ما ياخذ جدول الضرب لا، راح أدخل العمليات الحسابية. رقم 8 زائد رقم 7 زائد، هاي كلها زائد، 4 زائد، هنا كلها زائد، 1 يساوي 20، 8 و7 15، و9 العفو 15، و4 19، و1 20. بس اوصل خط صار على شكل سمك. بدأت الدرس بطريقة اللغز. مستحيل طالب العفو التلميذ بالرابع ابتدائي تشرح له هذه الطريقة ما يتفاعلها. مو الطالب، لا مو التلميذ. احنا هسه ناصح واحد، ما واحد سوى عملية حسابية ونتائجها يكون رسم راح نتفاعل وياها. وكل احنا جينا نذكر قد ما كنا نريد نرسم بشكل بشري طريقة قبل القديمة، يكتب ملح يرسم الرأس بهاي الطريقة. يمكن احنا كبرنا على هاي المسألة تعلمناها، بس هسه لا، اكو طرق وقواعد حديثة. فاما تكون انت تدرس الطرق الحديثة للرسم، يا اما انت تكون تنفذ طريقة النمذجة باحترافية بحيث يقتنع التلميذ او الطالب انت عندك امكانية توصل المعلومة. على سبيل المثال عندما اريد انطي درس عن الخط،
أنا ما أدخل الطالب في مواضيع قياسات الخط الأساسية مثلا. راح أرسم لك الأليل بخط الرابع، راح أقول هذا وحدة قياس أنت تضربه، هذا اعتبره درس مشاهدة للطلاب، طلاب المتوسطة والإعدادية. الرسم يكون فوق الخط، فوق السطر. ما راح أطلب منه قواعد ثقافية، هذا يقدم طريقة المشاهدة حتى الطالب قد ما يشوف الأنشيف يعرف خاضع لموضوع القياسات. وهذه النقطة هي سمك القلم اللي يكتب، سواء كان قلم خط أو فرشاة خط أو القصة مالها. التفاصيل ما أريدها المطالب. هذا درس إذا أريد أخذ التفاصيل فقط بالاختصاص. أنا الطالب يجيني 45 دقيقة خلال أسبوع، خمس أيام أشوفه 45 دقيقة. هاي ال 45 دقيقة المفروض أقدم له موضوع يتفاعل وياه ويقدر يطبقه. وأني كنت تراريس الرسم مال الطلاب بإيدي أكتب لهم ثلاث أحرف أليف و جيم، جيم أولية ووسطية ونهائية. كنت أتعب وتاخذ مني وقت فاستغنيت عن هاي المسألة. ليش؟ لأن هذا الدرس فقط للاختصاص. أنت تذكر في قضايا بسيطة حتى لو مخطط إنه الأليف هذا خاضع لقياس النقطة على سبيل المثال. خط الرفعة من خطوط الحديثة يكتب، وخط الرفعة يكتب فوق السطر. خط الرفعة يكتب بهذه الطريقة المائلة، طريقة المائلة. والأحسن من الخط أن يتعلم الطالب طريقة تحسين الكتابة اللي إحنا نعاني منها حاليا. تحسين الكتابة شلون؟ هذا السطر يجي الطالب باسم الله الرحمن الرحيم، هذا خط الطالب. لما تيجي تسوي خط بيان لحركة الكلمات شوفها بهاي الطريقة، هذا خطأ. هذا السطر زاوية تقريبا 20 أو أقل. خط الرفعة باسم الله الرحمن الرحيم. هسه ما تكتب كتابة، لكن كتابة تنتمي إلى نمط خط الرفعة. مثلا على سبيل المثال للاختصاص أريد أكتب كتابة على نمط الخط الديواني مثلا. قاعدة الخط الديواني حرف أو بالمزج. يعني إذا أريد أكتب بسم الله الرحمن الرحيم راح أكتبها بهاي الطريقة، باسم الله الرحمن الرحيم. بس أنا ما خطيت، مجرد كتابة لكن بيها مواصفات الخط الديواني. هذه الكتابة بيها مواصفات خط الرفعة. عندنا المحور الآخر رسم المنظر الطبيعي. احنا اخذنا هاي الأشكال الهندسية. هاي الأشكال الهندسية المحصلة النهائية النتيجة مالتها ان نرسم المنظر الطبيعي بطريقة صحيحة. يعني كلنا احنا تعودنا رسم المنظر الطبيعي، يجي الطالب هاي الواقع بس احنا الواقع بهاي الصورة، رسم البيت هنا، رسم مثلا على سبيل المثال وردة، رسم نخلة هاي الطريقة، يسوي سعف بهاي الطريقة. الطالب يباوع على المدرس. التمرين اللي اخذناه خطوط المجردة، الطالب اذا تمكن من الرسم هاي السعف ما راح يرسمها بهاي الطريقة، راح يشخبط هاي الطريقة، هاي سعفة حتى الجهد مالتها اقل بنسبة واقعية 100%. راح يوصل الى نتيجه بهاي الصوره. هاي المساله اللي احنا نركز عليها. شلون انطر الطالب انه يرسم لي منظر طبيعي
بتطبيق الأشكال الهندسية بصورة صحيحة. أهم شيء باللوحة أنه عملية إظهار البعد الثالث باللوحة اللي هو العمر. هاي اللوحة أعلم الطالب شلون يرسم الخط، إذا يكون بالوسط وإذا يكون في الأعلى أو في الأسفل. المنظر، رسم المنظر الطبيعي مثلا. هاي اللوحة عندما يكون الشخص هنا، وهاي المسافة المحصورة ما بين الرأي هذا الخط، هاي المساحة تسمى المساحة المنظورة. هذا الخط ثابت ما يتغير، اللي يتغير موقع الرسام. اللوحة الثانية عندما يكون الخط بأعلى من الرسم النهائي مثلا، هنا راح يكون الرسام صاعد على مكان مرتفع، فهاي المساحة تسمى المساحة المنظورة. المساحة المنظورة. وعندما يكون هاي الطريقة الرسم في أسفل اللوحة، راح يكون الرسام مثلا على سبيل المثال جالس، وهاي المساحة تسمى المساحة المنظورة اللي خاضعة لكل قواعد المنظور. حددنا مكان خط الأفق أو خط مستوى النظر بالوسط أو أعلى اللوحة أو أسفل اللوحة. عندما أجي أطبق الرسم اللي أخذته بالأشكال الهندسية هذا الشكل، عندي مثلث وجواز مستطيلات ودائرة ومربع، نفس هاي اللوحة. الرياضيات عندنا موضوع يسمى بالاستعارة. عندنا هسه هذا مثلث على سبيل المثال، راح اخلي مكانه كوخ. طبعا هو يقولون هذا الرسم يعني كوخ الاوروبي، او احنا ما لنا علاقة، مجرد موضوع حتى نوصل فكرة. هسه عندما تريد تطبق لوحة توفر بها قواعد المنظور، قواعد البيئة وقواعد أساسية، تراعي هاي المسافة. موضوع الاستعاضة، خلينا مكان مثلث هذا مكان متوازي مستطيلات، راح أخلي السياج اللي هو صاير بعد الكوخ. الدائرة راح أخلي مكان دائرة مثلا شجرة، والمربع أخير شيء أسوي خط خارج. تقدر هنا تخلي تستعير مثلا على سبيل هنا سبيل المثال، تخلي مربع صغير، تخلي مكانه نخلة مثلا أو نخلة بعيدة. هسه هذا رسم لمنظر طبيعي خاضع لموضوع المنظور صحيح 100%. طبعا هاي بس واحدة تقدر تضيف هاي الاساسيات، انها مثلا النهار او